لا يمكن انه يكون الاقتصاد الياباني والتقدم الياباني صدفة، لا يمكن ان يكون ما نراه صدفة، انما نظام وسيستم وتخطيط وبناء. ولم اكن اتخيل انه بناء الانسان الياباني يبدأ من التاريخ ودراسة التاريخ وقراءة التاريخ وإعادة كتابة التاريخ. هنا من حديقة هيروشيما للسلام واصل نقل ما أردت أن أنقله للمشاهد العربي عموما والمصري بوجه خاص، كيف لقراءة التاريخ وكيف لكتابة التاريخ أن تصنع المعجزات، لكن أن يكون تاريخا غير مزيف، أن يكون تاريخا نابض بالوعي. ولدينا تاريخ لكننا لا نجيد تقديمه وتسويقه وقراءته وكتابته.